الساعة تشير إلى تمام السابعة مساء في مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام. أحييكم مشاهدينا ومستمعينا، وإليكم النشرة المفصلة. من العاصمة أبوظبي تبدأ أخبار الدار، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بتعيين معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة لجامعة زايد، ونص المرسوم على العمل بما جاء به اعتبارا من اليوم. في مكرمة جديدة من سموه، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا باعتماد مساواة أبناء المواطنات العاملين في حكومة الشارقة بالمواطنين بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2014. في دبي التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد ظهر اليوم عددا من الوزراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر العالمي الأول لشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر. وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رحب بالضيوف متمنيا لهم طيب الإقامة في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة والنجاح لمؤتمرهم وتحقيق الأهداف التي من أجلها اجتمعوا لأول مرة. وكان قد بدأ في دبي اليوم المؤتمر العالمي الأول لشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور لافت لأكثر من 600 شخصية دولية وأقليمية ووطنية واسعة. واستعرض معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، استعرض جهود دولة الإمارات في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي، مؤكدا أن تبني نهج الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء جاء في إطار رؤية الإمارات 2021. في سياق منفصل، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المرحلة القادمة من النمو في دولة الإمارات تتطلب فكرا جديدا في الإدارة نظرا لاختلاف التحديات واتساع الطموحات وارتفاع سقف التوقعات. جاء ذلك خلال ترأس سموه لجلسة عصف ذهني مع فريق عمله صباح اليوم بمكتبه بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. شيعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي استشهد في العملية الإرهابية التي وقعت أمس في مملكة البحرين الشقيقة. وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأهل الفقيد وجموع المصلين ظهر اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد أحمد بن حنبل في منطقة شعم برأس الخيمة. هذا وقد أدان معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة الشرفاء من أبناء مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يسعون لحفظ الأمن والاستقرار والسلام في البحرين. وأكد معاليه في بيان له اليوم أن البرلمان العربي يدين بشدة الأعمال الإرهابية وغير الشرعية التي شهدتها مملكة البحرين، مؤكدا أنه عمل إجرامي يتنافى مع كل التعاليم الإسلامية والقيم الإنسانية والقوانين والأعراف، وطالب بضرورة الملاحقة السريعة والمباشرة لمنفذي الحوادث الإرهابية المسيئة للمجتمعات العربية والدخيل عليها، معربا عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإلى أسرة شهيد الواجب وإلى شعب دولة الإمارات.
بقصر سموه بالرميلة تسلم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نسخة مهداة من كتاب خليفة بن زايد فارس الألفية الجديدة الذي قدمه لسموه رجل الأعمال سالم بن إبراهيم السامان. وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بمحتوى الكتاب من موضوعات وفقرات تتحدث عن الجهود العظيمة التي بذلها قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإنجازاته التي عمت أرجاء الوطن في كل المجالات. في مكتب سمو الحاكم بمدينة الشارقة عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، حيث أحال المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2014 إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ترأس صباح الثلاثاء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي ناقش واستعرض عددا من الموضوعات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة بالإمارة. بداية الجلسة كانت مع تقديم الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة تقريرا عن مشروع إنشاء سكن للطالبات بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وذلك في مواكبة للزيادة في أعداد الطالبات الملتحقات بالجامعة والراغبات في الدراسة بها، وبعد شرح مفصل ومستفيض للمشروع من قبل رئيس دائرة الأشغال العامة اعتمده المجلس الموقر. طرح تاليا سعادة المهندس صلاح بن بطل مهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مقترحا بشأن بعض الأمور المتعلقة بالإسكان الحكومي في الدولة وما يتضمنه من تخصيص أراض بمجمع السيوح 7 السكنية. وبعد تقديم السادة أعضاء المجلس التنفيذي بعض الملاحظات عليه وجه المجلس التنفيذي بتضمينها في المقترح، وطلب من أمانته العامة مخاطبة برنامج زايد للإسكان ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة بشأنها. عقب ذلك اطلع المجلس على الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية بحلته الجديدة، واستمع السادة الأعضاء إلى شرح من القائمين على الموقع عما يتضمنه من خدمات جديدة وتقنيات عالية الجودة. قدم إثرها المجلس شكره للدائرة على الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية. من جهة أخرى وجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإعادة دراسة المشروع المقدم من دائرة شؤون البلديات والزراعة والذي طرحه سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة حول جملة من الطلبات المقدمة من بلدية منطقة مليحة والمتعلقة ببعض الأمور المالية والتنظيمية. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة أطلع المجلس التنفيذي على مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2014، ووجه المجلس بإحالة الميزانية المشار إليها إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. في مكتب سموه بقصر الرئاسة استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم ياسين عبد الولي شيخ أحمد محمد رئيس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور البلاد حاليا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه خير للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري الذي عقد اليوم بمقر البرنامج بدبي برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج. اعتمد آلية توزيع المساكن الجديدة في مجمعي الاتحاد بإمارة الشارقة والشيخ خليفة بالفجيرة السكنيين، والتي تتضمن رفع سقف الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من 500,000 درهم إلى 800,000 درهم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برفع سقف الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن. وتناول الاجتماع موضوع مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج وخطة مبادرة الحكومة الذكية والخطة الإعلامية للنشر. إذن أخبارنا ما زالت متواصلة وحافلة، أيضا ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل
بدور القاسمي تتجول بمعرض مستلزمات وحلول التعليم مستعرضة آخر ما جاد به عالم التكنولوجيا التعليمي وعالم الاتصالات والأجهزة والبرامج الذكية. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، حياكم الله. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى التعليم العالمي السنوي السابع ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، وذلك بحضور الشيخ بدور القاسمي وعدد كبير من الوزراء والقيادات التربوية والمسؤولين. من جهة ثانية افتتحت الشيخ بدور القاسمي بحضور معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم المصاحب للمنتدى، حيث تفقدت الشيخ بدور ومعالي الوزراء والقيادات التربوية منصات الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، وتفقدوا آخر ما جاد به عالم تكنولوجيا التعليم من أدوات ووسائل وتجهيزات حديثة وتقنيات متطورة. كما توقفوا أمام منصة وزارة التربية والتعليم حيث اطلعوا على ما أنجزته الوزارة على صعيد تكنولوجيا التعليم والتعلم الذكي ومجموعة الخدمات والتطبيقات الذكية التي توفرها الوزارة لجمهور المتعاملين معها ألا سيما أولياء الأمور، وكذلك أشادوا بما قدمه الطلبة من أبناء الدولة المبدعين في مجال الروبوت وغيرها من الوسائل التقنية التي طوعوها لتكون أحد أهم مصادر المعرفة لديهم. معرض مستلزمات وحلول التعليم المصاحب للمنتدى يقدم آخر ما جاد به عالم تكنولوجيا التعليم وعالم الاتصالات والأجهزة والبرامج الذكية وغيرها من الأدوات الرقمية المساعدة وأدوات ووسائل وتجهيزات حديثة وتقنيات متطورة. معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم بوابة لبيئة معلوماتية متكاملة تستهدف المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم. نعم، فمنصة معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم هي الوجهة الأولى لكافة صناع ورواد التكنولوجيا والتقنية التربوية والتعليمية الحديثة، فالدورة السابعة من المعرض تطرح أهم القضايا التربوية والتعليمية المتعلقة بالقرن 21 وأهم التحديات وسبل التطوير الحديثة. هالسنة لأول مرة الأعداد كثرت، فتقريبا حيكون أكثر من 7000 مشاركين حيجون إن شاء الله، وفي طبعا خبراء من جميع أنحاء العالم. طائفة واسعة من أكبر المزودين للوازم التعليمية والحلول التقنية يعرضون منتجاتهم وحلولهم كأدوات التعلم المحمولة والتطبيقات فضلا عن أحدث التقنيات بهدف تحسين نوعية وجودة التعليم في منطقة الخليج بل والعالم أجمع. أطلقنا محتوى كبير تعليمي بشكل مطبوع وبشكل إلكتروني وطبعا بشكل إماراتي، وكان جزء واحد من أهم المعارض التعليمية اللي لازم نتواجد فيها. مستهدفين بالخطة الاستراتيجية نموذج خطيب عالمي، هذا نموذج من النماذج القديمة، مستهدفين ان احنا نطور هذا النموذج عشان يواكب التعليم وتطوره الحالي. النهارده احنا بنلونش تو مين بروجكتس، يعني ويتش از الاوفيس 365. اوفيس 365 اللي هو التولز اللي موجوده على الانترنت للطلبه، ودي متقدمه فري اوف تشارج لكل المدارس اللي ممكن يستعملوها وينرول. التعليم في القرن 21، المهارات والفرص والتحديات، هذا الشعار الذي يرفع هذا العام يهدف إلى تلبية متطلبات العمل بتجهيز الشباب بالمهارات المناسبة من خلال التعليم على مستوى عالمي. إن شاء الله بيتم تشكيل فريق عمل من المجلس الشارقة للتعليم مع أخواننا في منطقة الشارقة التعليمية، أنهم يمرون في هذا المعرض ويعني ينظرون بنظرة فاحصة ما هي التقنيات وما هي الأجهزة وما ممكن أن نحن نستفيد منه في التعليم في إمارة الشارقة. معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم فاتح ذراعيه حتى السادس من الشهر الجاري، وعلى هامشه ستقدم أكثر من 100 ورقة علمية بالإضافة إلى العديد من الورش المتخصصة والمحاضرات تقدم لكافة المتخصصين والمهتمين بشأن التعليمي المحليين ومن كافة دول العالم. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما يتداوله المجتمع
من أخبار وصور تنقلها لنا الزميلة هاجر الحراق. إليك هاجر. شكرا نازك. مشاهدينا مساء الخير. جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي مع أبرز المشاركات التي اخترناها لكم، ونبدأها بتغريدة من مركز الشارقة الإعلامي، وفيها دراسة بحثية تؤكد خلو إمارة الشارقة من التلوث. كما نقلت التغريدة عن منظمة الصحة العالمية قولها أن مقومات الشارقة الصحية أهلت قبولها كأول مدينة صحية في الدولة. وفي تغريدتنا الثانية من حساب إذاعة الشارقة نقرأ ما نشرته على لسان الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي قوله: طالبنا الاعتذار من صحيفة ذا ناشيونال رسميا وبانتظار ردهم، وما حصل هو تغيير للحقائق وتشويه لسمعة الإمارة. تلك التغريدة جاءت بعد نشر الصحيفة خبرا غير صحيح يتعلق بنسب التلوث في الإمارة. وفي التغريدة التالية من حساب المجلس الوطني الاتحادي نقرأ فيها: الوطني الاتحادي يبدأ في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وفيه اخترنا لكم ما نشره حساب وزارة الداخلية، وهي صورة لسمو الشيخ هزاع بن زايد تجمعه مع سمو الشيخ سيف بن زايد خلال مراسم الجنازة على الشهيد طارق الشحي. وفي الصورة الثانية من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفيها محمد بن راشد خلال ترأسه جلسة العصف الذهني الثانية مع فريق عمله. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، ونقرأ فيها: الداخلية البحرينية تعلن عن توقيف 25 من المشتبه بهم في التفجير الإرهابي، وعملية تعقب باقي الجنى مستمرة بلا هوادة لتقديمهم للقضاء. مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل ما لدينا لفقرة اليوم، وبقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميلة نازك لنتابع بقية أخبار الدار. شكرا لك هاجر. افتتح سعادة راشد بن طليعة رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة رياض عبد الله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة، صالة حديقة القراين، وذلك ضمن احتفالات البلدية بأسبوع التشجير 34 الذي يقام تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه تحت شعار معا فلنزرع الإمارات. وشهد حفل افتتاح سعادة راشد الكوس مدير عام مشروع ثقافة بلا حدود والسادة أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة. هذا وقد قام الحضور بجولة في حديقة القراين تفقدوا خلالها الفعاليات والأنشطة التي تنظمها البلدية بمناسبة أسبوع التشجير، وشاركوا عددا من الطلبة وطالبات المدارس التابعة لمنطقة الشارقة التعليمية بزراعة بعض الأشجار والورود. وأثنى سعادة بن طليعة على الجهود التي تقوم بها البلدية في نشر المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق وإقامة الفعاليات المتنوعة بها على مدار العام، كما أكد أن مدينة الشارقة أصبحت مدينة الحدائق بفضل الدعم والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية مدينة الشارقة. نظم المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع المصرف المركزي ورشة عمل لجميع وسائل الإعلام في دولة الإمارات لتوعية المواطنين وتثقيفهم عن طرق وسائل الإعلام المختلفة الصوتية والمرئية لما لها من دور كبير وواضح في رفع الوعي بخصوص مخاطر الاقتراض وبناء جسر تواصل بين البنك المركزي والجهات الإعلامية، إلى جانب إيجاد حلول وطرق مناسبة للحصول على المساعدة للمواطنين والمقيمين ليصلوا إلى الأمان المالي. وسيتم عمل برنامج خاص لمن سدد ديونهم لعدم الوقوع ثانية في مغبة الديون وتحقيق أهدافهم المالية اتخاذ قرارات مالية صحيحة. هذه الورشة تم تنظيمها بمبادرة من المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع المصرف المركزي وبوزارة شؤون الرئاسة
انطلقت الفكرة من كلام سمو الشيخ منصور بن زايد في القمة الحكومية اللي تكلم فيها عن موضوع القروض المواطنين والمقيمين في البلد، وضرورة أن يكون هناك تفعيل لدور وسائل الإعلام في نشر الوعي المالي بين المواطنين والمقيمين لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالقروض. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، ونوجه عنايتكم أن نشرة لأخبار الدار تحوي الجديدة والحصري تبث اليوم تمام الساعة 12 منتصف الليل، ترقبوها. إلى العناوين: حاكم الشارقة يعتمد مساواة أبناء المواطنات العاملين في حكومة الشارقة بالمواطنين بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2014. الإمارات تشيع فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي استشهد إثر تفجير إرهابي بالبحرين. تنفيذي الشارقة يحيل المشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2014 إلى المجلس الاستشاري.